فذلحين يقول أنتم إذا تعلقتم بمناهج الأنبياء وأردتم القيام بها خلوا نفوسكم وراكم وأهواءكم وراكم وشهواتكم وراكم، واعلموا أننا في ميدان خدمة ما نرتجي فيه إلا الله، ولا ينازل القلوب فيه مرادات ولا أغراض في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة إلا رضاه ومرافقة رسوله. ولا غير هذا، تعرفون معنى ولا غير هذا؟ ولا غير هذا، ولا غير هذا، ولا غير هذا. وإيش غير هذا؟ مسكين من علق نفسه بغير هذا. إيش غير هذا؟ أي يريدون سمعة، ظهور، شهرة، خوارق، أي إيش يريدون؟ لفين بيصلون؟ لا والله لا غير هذا، نريد رضاه ومرافقة مصطفى، وانتهت المسألة، وانتهت المسألة، وانتهت المسألة، ما عاد في شيء غير هذا. اصدقوا، جددوا عزائمكم وغنموا أيامكم، هذه ولياليكم، يفتح الرحمن عليكم وينظر إليكم.